وكأن المواطن اللبناني لا يكفيه إهمال الدولة له، ولا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة، فيجد نفسه فريسة الجشع والسرقة. والمسألة تتجلى اليوم بالأقساط المدرسية، فعد الضجة المثارة مع كل عام جديد حول ارتفاع الأقساط المدرسية بلا مبررات تذكر، برزت فضيحة أكبر ضمن المدارس التي من المفترض أنها مجانية أو شبه مجانية، والتي تتقاضى بعض إداراتها أقساطاً تناهز أقساط المدارس الخاصة، حيث وصل قسط الطالب فيها إلى 3 ملايين ليرة. ولادي بمدرسة مسروبيان، وحدة صف ويتيم رابعة والصبي بسانكيم سابعة، الأولاد بيلعبوا مع بعض، الناظر كل شوي يضايقوا يعني عيط عليه كذا. كم مرة فتت قلت له إنه ما تضغط على ابني كتير يعني، بس هي مرة اثنين ثلاثة، آخر شيء عيطت صرخت عليه هي بس. المدير بعدين متفاجئ إنه بيقول لي أنت ولادك مطرودين من هالمدرسة، بس قال لي هيك. قلت له أنت ما رح، ما فيك تقرر هالشيء، إنه مش أنت بتقرر إذا ولادي بيطلعوا، في وزارة التربية هو بيقرر. بوزارة التربية بس رحنا لهونيك، الموظف فتح الكمبيوتر، من هونيك عرفت إنه مدرستنا مجانية يعني. ما معه كل هالسنين عم تدفع مصاري، قال لي كل سنة على كل ولد لحديت هلا كنت عم بدفع 2,000,000، وهلا بعتقد صار 2,800,000 يعني. أنا وقعد مع النائب المدير سجلت كل شيء، صوت وصورة، في بقلبه بيعترف بكتير أشياء يعني. قدم لي مصاري يعني تا ما أحكي يعني، بس ما قبلت أنا. شو هيدا شو هيدا رفاق؟ ما بدي مصاري. أنا هيك متفق مع مين؟ أنا هيك قلت له. أنا إيه أنا ما بدي مصاري. طب أعطيني لو واحد فقير. لا مصاري أنا مالي عليكم هيك شيء؟ طلعوا تلميذ من المدرسة وفوقوا مصاري. ما بدك مصاري. بحق علينا. حق عليكم. أنا باعتباري حق علينا. الأمر بالطبع لا يقتصر على هذه المدرسة الوحيدة التي تندرج ضمن خانة المجانية، فهناك العديد من المدارس المشابهة. لذا ندعو الأهالي إلى التنبه إلى طبيعة مدارس أولادهم تحاشياً لسرقتهم. يسعدني أن يكون معي في هذه الفقرة السيد فريج كوشكريان، وهو والد التلميذ، ومعي أيضاً رئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. بنبدأ مع حضرتك مسيو كوشكريان، ورح ناخد لهذه الفقرة 10 دقائق إن شاء الله نقدر نعالج فيها كل مواضيع قبل ما ننتهي. شفنا بالروبورتاج حضرتك بتعلم أولادك بهالمدرسة اللي هي موجودة ببيروت، بأحد مناطق بيروت. بقى لك قد إيه؟ بالمدرسة 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. وأنا من صغري هناك يعني. وكمان أنا كبران هناك. أنا كمان دافعين عليك، مش بس دافع على أولادك. بدك ما بعرف وقتها. إيه طيب، قد إيه عم تدفع بالسنة؟ 2,000,000؟ إيه 2,000,000 عن كل ولد. أيه. كم ولد عندك بالمدرسة؟ صبي وبنات. طيب كل هالسنوات عم تدفع المبالغ للمدرسة وانت منك عارف انها مدرسة مجانية؟ لا ما كنت عارف. كيف عرفت انها المدرسة مجانية؟ بعد ما صار مشكلة طرد ولادي من المدرسة يعني، طلعت على وزارة التربية انه طريقة الطرد المدرسة. يعني انا ما بعرف، فيه يقول لك فيك تسأله للمدير اللي مسمى حاله مدير يعني، هو منه مدير حتى. ولاد عم بيتشيطنوا كتير، كلهم بيتشيطنوا يعني. في ناظر جديد كان تلميذ أول سنة، ناظر صار يعني يشتغل بمدرسته، حط راسه براس ابني على طول يعني. كم مرة فهمته، كم مرة فهمته، وفي مرة تفاجأت إنه إجا بي من ولاد عم بيعيط على ابني بقلب المدرسة بوجوده الناظر، اللي هي ممنوع بتاتا يعني. نتصور طيب بي تاني. طلعت على وزارة التربية؟ لا حكيت هالقصة انه ما يصير. نعم. مرة اثنين ثلاثة أربعة ما سمعت، بتشكى لرئيس الناظر للمدير، بفهم انه هيك هيك عم بيصير، ما حدا رد عليه. أنا شوي حكيت معه.
وإذا طلعت شكة للمدير ما بعرف إذا كرمال هالشي ما تقبل الموضوع. بتفاجأ قبل ما يخلص كمان إجاني ورق طرد قبل بجمعة يمكن بيخلص المدرسة، ورق طرد إنه عم بيتشيطن لازم أمضي تبوك رايفوت يفوت على المدرسة. نعم. بس شفت اللي مكتوب بقلبه ما حبيت أمضي، ما فوتوا على المدرسة، إجاني تليفون ولادك منهم بالصف، ابني بس صار هيك فتت قلت خلص بعليها ما بدي بالمرة هالمدرسة، أخذ طيب. بنتي وابني وطلعت لبرا. نعم. فاتوا ناس غير إنه مالي أمضي بس خلي يفوتوا يخلص هالسنة. أوكي مضيت وفاتوا. بعد جمعة إنه بدنا نسجل قال لي ما بنقبلك بهالمدرسة. قلت له ليه؟ قال لي هيك لأنه أنت ما لك ثقة بمؤسستنا. كرمال هيك ما راح نستقبلك. قلت له انت ما بتقرر هالشي بس ولادي ازعر شياطين كسلانين ما بيسووا ولاد شوارع وقتها لك حق على راسي بس هون ولادي ما قالون شي شخصية وبيني وبينك يعني غضبان علي او شي ما بعرف يعني شو في. نعم بس خلينا نشوف كيف عرفت انها مدرسة مجانية. بس قال هيك قلت انت ما بتقرر هذا في وزارة التربية انا بطلع على وزارة التربية بشوف. بس وصلت على وزارة التربية قال لي مش مقبول هيدا هالشي تلفن على المدرسة قال هلا بتسجلوا بترجعوا بس ما سجلوا. طيب والوزارة قال لي طب أول شي ليه ما بتحكوا بلجنة الأهل؟ قلت له المدرسة ما في لجنة الأهل. طيب نحن هلا عم نحكي رح أوصل لهونيك. لا نحن عم نحكي بموضوع بعيد عن موضوعنا يعني هلا عرفنا القضية انت كيف اكتشفت انه هالمدرسه مجانيه؟ راح اوصل لك. طيب يلا بدون ما نفوت على 30 حلقه يعني خلينا ناخذها من حلقه واحده. لا هون الزبده يعني قال لي في لجنه اهل لازم تتفقوا هنيك. قلت ما في لجنه اهل. قال لي ما معقول ما يصير اذا مدرسه بريفي مفروض يكون لجنه اهل. نعم. قلت له ايه بريفي بس ما في. قال لي ما بصير اذا ما في يعني رسميه مجانيه. شو اسم المدرسه؟ قلت له فتح الكمبيوتر طلع رسمي. شو اسم المدرسه؟ طلع رسمي. ليه خلينا ما نقوله. ليه ما بلاش بلاها لو سؤال لو بدنا نقوله نعم. لازم يكون مدير المدرسة مزبوط. أو صاحب المدرسة نحن مدير المدرسة ونائب مدير المدرسة حاولنا الاتصال فيهم مرارا آخر شيء صاروا يسكروا الخط بوجوهنا يعني لما يعرفوا إنه نحن عم نطلبهم تنحكيهم تناخد رأيهم وجهة نظرهم بهالموضوع كانوا أنا ما حركشت بالموضوع عم بيسكروا يعني. عم بيسكروا الخط يعني ما بدهم يحكوا أو كانوا عم يتهربوا أنا من الموضوع أنا تو سامبل ما طلعت أتشكى طيب. بس رجع ولادي على المدرسة تفضل عرفت كيف؟ بس فتح الكمبيوتر قلت له إنه رسمي قال لي معك حق ما يكون لجنة أهل مجانية بس يكون هيك ما بيكون لجنة أهل ومنك عرفت ورجعت على المدرسة اتصلوني قال لي ما تعتلم بس عرفوا انه عرفت هالقصة لانه عطوني بلا افادة طلعوني وعطوني كارني مش ناجع. نعم. وهي انه ما فيك تفوت غير مدرسة شو بدي اعمل بولادي يعني بس عرفت هالقصة رجعوا عطوني كارني مزبوط يعني هو اول مرة بيصير تاخد كارنيين. نعم. وافادة مزبوطة وفوق حبة مسك. طيب انه كل هالتجاوزات وحضرتك ما بدك تقول اسم المدرسة مالي بيمونوا كمان هاي مدرستي من صغري انا. طيب ما في ناس غيرك بهالمدرسه يمكن عم ياكلوا نفس المقلب اللي انت اكلته وعم بيعانوا نفس المعاناه. على كل خلينا ننتقل للاستاذ عماد الاشعر رئيس مصلحه التعليم الخاص. استاذ عماد اليوم عم بنشوف حاله بغض النظر انه دائما اليوم الاهل هني مع اولادهم يعني الولد بالنسبه لاهله شو ما يعمل دائما ابننا على حق يعني اذا سقط بالمدرسه الاستاذ ما تحطط عليه اذا علق مع تلميذه مع تلميذ ثاني هداك التلميذ المغلط ابني على حق هي بنفهمها يعني كشعور الاهل بغض النظر اذا كان هذا الوضع ينطبق على فريج ولا لا انما الاهم اليوم في مدارس مجانيه شو التعريف لمدرسه مجانيه يعني لما تكون انت عندك مدرسه مجانيه يعني المدرسه المجانيه اول شيء مساء الخير لحضرتك مساء النور ولمشاهدينك وبتمنى انطلاقه عام دراسي كامل السنه خالي من الإضرابات والإضطرابات وكل شيء ممكن يحيط المدارس نوعين بالخاص مدرسة خاصة غير مجانية ومدرسة خاصة نصف مجانية بمعنى أنه الأهل بيتحملوا قسم من قسط الولد والدولة بتتحمل قسم اسمه مساهمة هالمساهمة محددة بقوانين القانون بيقول أنه قيمة المساهمة هي مرة ونص الحد الأدنى للأجور بينضاف عليها 50,000 طبابة وتأمين وبينضاف عليها حق تنكة مزود للمدارس فوق 300 متر هاي
التعريف المدرسة التعريف. هي مدرسة خاصة نعم. نصف مجانية يعني بس لأنه بسباق مع الوقت نعم. بعد ما أبلغكم عن اسم المدرسة بس بدي أقول شغلة معلش استوني هل تأكدتوا أنه هذه المدرسة عم تفرض مساعدات؟ أنا كنت عم بسأله أول نعم. شيء ما شفته للأستاذ فريج وطلبت منه شوفه وأنا بكرة مستعد استقبله بمكتبة وعالج القصة وإذا ما تعالجت نرجع نطلع لهون وبنحكي كل شيء بس أنا مني جاي لهون أنه هو حر شو عم بيتصرف أنا بدي رد اعتباري أنا انطرد ولادي وولادي نفسيا مرضوا كلنا بالعائلة يعني وبشكر مدرسة الجديدة اللي استقبلتهم بمعنوية نفسية ولادي نحن بكيوا 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 يا أستاذي نحن جايين لأنه عندنا موضوع حكي يعني بكل أنا مش جاي فوت بمواضيع خاصة إذا ولادك انطردوا ولا لا أنا جاي بموضوع أنه في مدرسة اسمها مدرسة مجانية عم تتقاضى مساعدات من وزارة التربية وبعد ما تاخذ هالمساعدات عم تاخذ من اهالي التلاميذ مليونين انا بيناتهم انا دافع ايه انا هيدا اللي بيهمني الموضوع الثاني انا ما بيهمني اولادي لازم تاخذ منه حد الاقصى 800,000 نعم مش اكثر ولا ليره مزبوط انا بيهمني هذا الموضوع اكثر من اعتبار اولادك 100% وانا كمان انا بيهمني مسؤول عن هالمدارس المجانيه نعم. انا بهمني اعرف وهالمدرسه اذا ثبتت هالشيء بتتحاسب عليها وقصة يعني انتوا بعد حد هلا انت بعد ما تاكدت انه هذه المدرسه مسجله هلا سالته هلا تعرفتوا تتاكدوا بوزاره التربيه انه هالمدرسه مجانيه وعم تتقاضى منهم من مساعدات ما بعرف هلا مساعدات بس حتى في مدرسه تسجيل قديه سعره في عندي التسجيل اذا مدرسه مجانيه يعني تتقاضى مساهمه من الدوله اللبنانيه عن التلاميذ اللي فيها هيدا تعريف المدرسة المجانية وكلهم بيطلعوا 377 مدرسة بلبنان كله بقى نعم. إذا هالمدرسة فعلا معه مستندات مثبتة إنه هو عم يدفع أكتر ما لازم يدفع عن أولاده هالمدرسة حسابها كبير حسب القانون وحسب ما ينص عليه القانون استاذوني بالتسجيل نعم. موجود هو عم بيقول لي قديه ونحن قديه عم ندفع طيب حضرتك ما رح تقول اسم المدرسة نو ما عليك ونحن هون إذا أسأنا لهالمدرسة أنا مستعد هيدا المنبر أرجع أعتذر من المدرسة ومن مديرها ومن كل القائمين عليها خصوصا أنه هذه المدرسة تنتمي إلى طائفة كريمة أنا بعزها شخصيا وبقدر لها كل احترام المدرسة اسمها مدرسة ماسروبيان بمنطقة برج حمود هيدي المدرسة إذا ثبت أنه هذه المدرسة مخالفة كل القوانين اللي تحدث عنها الأستاذ فريج وتحدث عنها الأستاذ عماد الأشقر نحن هذا الموضوع سنتابعه حتى النهاية أما إذا كانت المدرسة متوافر فيها كل الشروط القانونية أنا شخصياً مستعد أرجع أعتذر منكم على الهواء هذا الملف فتح معنا الليلة ونحن راح نتابعه مع وزارة التربية شكراً لك حضرة رئيس مصلحة التعليم الخاص أستاذ عماد الأشقر شكراً لك أستاذ فريج كوشكريان